الغناء الأدلة كثيرة على تحريمه وأنه لا يجوز. لأول مرة في المملكة وبدعم من الهيئة العامة للترفيه، ملك الراي الشاب خالد ونجم الراب نالي في أضخم حفل غنائي عالمي تشهده المملكة. أنا حقيقة مسرور جدا بهذا اللقاء، ومسرور جدا بأخي وصديقي جزاه الله خير الأخ خالد عبد الرحمن أبو نايف. الصوت الحسن يا شباب من النعم التي يزيدها الله تعالى لبعض الناس دون بعض. هل كنا على ضلال؟ نعم كنا على ضلال، مثل ما قال الله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق ما يشاء. قال بعضهم يزيد في الخلق هو الصوت الحسن يعطاه بعض الناس دون بعض. الترفيه والثقافة بيكون رافد مهم جدا لتغيير مستوى معيشة السعودي في خلال فترة قصيرة. يلا كمل الله أكبر، تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. غنى وحرام وهم، كبروا يا إخوان، قولوا الله أكبر على هذا المعصية التي ضربت الأرض. الله أكبر كبر يا شباب الله أكبر ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.